السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله اليوم في مخرج خمسة شباب. بارك أحمد. تمام الحمد لله. نواف كيف أمورك؟ حب. هلا بالحب. فيصل. هلا وسهلا. حيا الله محمد. هلا والله. مخرج خمسة وشو وضعه؟ جاك زاح مخرج خمسة. بالعكس أنا أشوف الطريق في وسائل سلامة في كل شيء. أنا بالنسبة لي مخرج خمسة يا شيخ يبغاله إعادة هيكلة من جديد. مخرج خمسة تستطيع النقد فيه بصراحة. أقول مخرج خمسة نفجر فيه من هسه. شباب رجعنا، اربطوا الحزام الله يخليكم. انا مربوط جاهز. انا رابط حزامك؟ لا من برابط. انا ليه ما تربط؟ ما يحتاج. ليش اربطه يا الرسمي؟ ترى والله العظيم شوف انا ما مالي خلقك. اربط حزام احسن لك يا اخي. وخر بس انت طول اليوم منفس علينا. اكيد بنفس. اربط حزام ليه يعني؟ سبك انا اربط الحزام. وش علاقه اللي قلته قبل شويه بالحزام الامان يا رسمي؟ تونا مزبطين سنونك ووجهك، ما لها داعي يصفق في الطبلون. لا جد، لا لحظه خلينا نعرف ليش ما تربط حزام؟ ايش مشكلتك؟ ليش اربط حزام خط؟ انا يعني ما تربط حزام الا اذا مسكت خط ومسرع. اي اذا مسكت خط ومسرع اربط حزام. تدري الحزام يكمل اسمك رسمي، مع الحزام تصير رسمي. لا يا ابوي انا رسمي من دون حزام. لو سالت سؤال الحين انت النفسيه، وش مشكلتك لو ركب معك شايب في السياره؟ يا حبيبي انا مره ماسك خط من الشرقيه للرياض بسبع ساعات. ليش سبع ساعات امشي 80 يصفقني مع راسي؟ حسيت ان جايك من نقل. سبع ساعات اقول لك؟ سبع ساعات ماسك خط الشاي. كبره النفسيه شوي. تعرف كل يوم يجيب لنا موضوع، عرفت ينفس علينا. طيب الحين شباب، الحين لو جينا في شارع معين ما يكتب لك السرعه كم، فانت تمشي 100 شويه لقطك ساهل. شو السالفه؟ شوف اختصر لك السالفه، فك اللوحه وما يحتاج تخليها اصلا من الاساس. افك اللوحه وما فك اللوحه تخليها ليش بالسياره؟ كيف مجنون انت؟ خلي بامشي بدون لوحه يا حبيبي. اكيد بفك اللوحه. انا مخالفات الحين تعدت 14000 وتزيد هذا وتفك اللوحه. النفسيه تدمرت من اللي علي هذا يا حبيبي. ساهر يعرفك يا رجال، ما في شارع في الرياض ما صورك. ليه كذا يا نفسيه؟ معليش يعني اكيد ساهر مرسل رساله يقول لقد حصلت على البوم صور عندنا تعال خذا. ساهر انت بعدين كل وضعيات، تو صاحي من النوم هو طالع يداوم، يوم رسم يوم لابس. هو المشكلة في الصباح وانت رايح الدوام النفسية تكون زفت. طبعا النفسية عندي دائما نفسيتك زفت، يعني ما تغير شيء. النفسية تكون زفت اكثر من المعتاد. تصير يعني نفسية الصباح غير نفسية الليل. شباب شو المجنون ده يا اخي؟ وش ده ما يشوف؟ هو الجو الفتك يا اخوي. لحظة هذا اللي ساقط علينا الحين. مفهي هذا، مفهي شكله. ايش ننزل طقه ذا ولا ايش نسوي يا شباب؟ انا لو نزلت عليه يعني انهيت حياته، خلوني جالس احسن. والله انا اخر مره نزلت انطقيت ما اقدر انسى. افا الحين احنا خمس شباب في سياره، واحد شخص يسقط علينا ولا حد يقدر يقول له شيء. بعدين معنا الرسمي يعني، هذا الرسمي مستحيل ينزل. فهمت؟ رسمي صعب انزل مرسم كذا وانطق في الشارع. والنفسيات ما يبغون. خلوه فصله. وش نسوي يا فصله؟ خلوا شركم من امشي بس الطريق وخلوه حاله. فصله انت داخل نادي عليك من احد. انت مو بس الطريق اخي داخل نادي، لكن ما حصل شيء. طيب شباب يلا الكازينو ولا المطعم؟ وين الكازينو ولا المطعم بسرعه؟ هذا التقاطع. لا هذا ولا هذا. لا 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 المطعم مطعم. خلنا نروح الكازينو. ابغى ما امشي انا. خلنا نروح الكازينو يا شباب. يا اخي ارجع استراحه. شباب ارجوكم الكازينو يا شيخ. خلنا ناخذ يمين. ها لف يمين. انا راح ارجع البيت شباب. معليش انا برجع البيت. ذا النفسيه ذا نزله يا اخوي. قروشت يا حبيبي. انا برجع البيت اصلا، ما راح اسمعك اشكال. ركبه تاكسي مقروشت يا اخي. كلنا منفسين ترى، مو بنت بس كل يوم تزود النفسيه علينا. قول الغلطان اللي اسمعكم. شغل مسجل يا شباب. مخرج خمسة. أيمن حنبدأ اللي بعده. مخرج خمسة. خمسة شباب. لا بكرة عندي مشوار. أنا مشوار. لا والله بكرة موضوع مهم، تكفون لا تأخرون. أوكي أوكي جبت الحالك. فمان الله. مخرج خمسة. فكرة وإعداد ياسر الشمراني، إخراج أيمن رزق.